مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اقرا. اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اختار الله تبارك وتعالى من بين الاف وملايين الالفاظ كلمه اقرا لتكون اول كلمه تتنزل من القران الكريم. اقرا هي الشعاع الذي انار الدنيا والاخره. ولذلك اخترنا كلمه اقرا او اخترنا اسم اقرا ليكون اسما لبرنامجنا. اقرا للصغير والكبير. اقرا للاطفال في الحضانه اقرا للصف الاول الابتدائي اقرا لجميع المراحل التعليميه. إذا فاتك قطار التعليم فعليك باقرأ. إذا تعلمت ونسيت بعض التأسيس في القراءة والكتابة فعليك ببرنامج اقرأ. هنا في برنامج اقرأ نعلم الكبير والصغير ونتعلم معهم. مشاهدينا الكرام انتهينا من الحروف الأبجدية وحركاتها القصيرة والطويلة والسكون والشدة باقي شيء واحد هو التنوين طبعا باقي لسه القمريه والشمسيه ان شاء الله بكره ان شاء الله تعالى بس النهارده هناخد التنوين يعني ايه تنوين نيجي على السبوره نشرح يعني ايه تنوين ولا نقولها الاول نقولها الاول مشاهدينا الكرام التنوين ايه يعني ايه تنوين ليه سموه تنوين علشان بننطقه نون في اخر الكلمه نون في اخر الكلمه يبقى تنوين نون ساكنه تيجي في اخر الكلمه بنسمعها وننطقها ونسمعها بس ما بنكتبهاش تعالوا يلا على السبوره علشان نشرح يعني ايه تنوين يلا بينا يلا بينا مشاهدينا الكرام معايا يا عم عزب ماشي مشاهدينا الكرام هنعرف يعني ايه تنوين هنكتب كلمه دلوقتي كده تمام انا هنا كده خدت ا آه. تمام تمام كده وخدنا الحركه القص و اي و دي حركات ايه حركات قصيره حركات ايه قصيره وخدنا الحركات الطويله ا آه. وخدنا الحركات المد مد بالياء آه اي وخدنا مد بالواو ايه بس في حاجه هنا فتحه كسرة ضمة في حاجة يا عم عزب تمام كده في حاجة يا عم عزب بدل فتحة واحدة فتحتين تمام كده كده ده ايه يا عم عزب ده وكسرتين تمام وايه وضمتين ده ايه يا عم عزب اسمه تنوين اسمه ايه تنوين ليه تنوين سميناه تنوين ليه او العلماء اللغه سموه تنوين ليه عشان احنا ننطقه نون ننطقه ايه نون يبقى التنوين صوته رنين شوف شوف الاغنيه الحلوه الجميله دي انا التنوين انا التنوين صوت رنين صوت رنين ان بن تن جن حن خن رن سطرانين عامل زي الجرس ولكن بقى شكله ايه عشان نتعرف عليه ادي نكتبه بالازرق عشان الناس تشوف ادي شكله فتحتين تمام كده وكسرتين وضمتين اول ما نشوف يا حضرات الفتحتين الكسرتين الضمتين ده اسمه ايه يا عم عزب تنوين يبقى التنوين ايه حضرات التنوين نون ساكنة في آخر الكلمة بننطقها ونسمعها بس ما بنكتبهاش تمام كده؟ أمال نعوضها بإيه؟ بالفتحتين كسرتين ضمتين أهو هنا ألف همزة فتحة؟ أ ألف همزة فتحة؟ أ عايزين نخليه تنوين هنا يا معزب أن تمام كده؟ ألف همزة كسرة؟ إي أمال أنا عاوز نخليه تنوين إيه يبقى إزاي؟ إن ألف ضمة أو، طب عاوزين نخليه تنوين أن، يبقى التنوين نون ساكنة في آخر الكلمة ننطقها ونسمعها بس ما بنكتبهاش، تعال نجيب مثال عليها كده حضرات، وشكلها إيه يا أستاذ؟ تنوين بالفتح فتحتين، تنوين بالكسر كسرتين، تنوين بالضم ضمتين تمام كده تاني أنا التنوين أنا التنوين صوت رنين صوت رنين أن بن تن تمام يا عم عزب علشان فيها يا حضرات المستشارين مشاهدينا الكرام فيه ناس بتكتب خطأ طبعا لما لقيت ناس كتير قوي بتخطأ في التنوين كلنا والله بنخطا ماشي بس المهم نتعلم المهم من ايه نتعلم تمام كده احنا قلنا فتحتين ها وكسرتين وضمتين ده اسمه التنوين يبقى تنوين شكله ايه يا حبايبي يا حلوين يا مقطقطين فتحتين كسرتين ها ضمتين لما الاقي كلمه اخرها فتحتين يبقى ايه يبقى اخرها نون ساكنه ازاي يا عم محسن تعال نشوف كده تعال نشوف مثلا مثلا مم. نبأ مثلا اهو ادي الفتحتين اهو يبقى يا معزب نبأ نبأ اي ده نبأ طب نبأ دي اخرها نون ساكنه يا استاذ امال ايه نون ساكنه دي اهي هي دي الفتحتين نبأ حاجه يا معذب عاوز تفهمها نبأ تمام كده؟ هنقول مثلا كلمة تانية باب مثلا أهو كلمة باب هم؟ يلا يا معزب معايا شوفوا أهو أدي التنوين أهو الناس بتنطقها إزاي؟ بتنطقها إزاي يا معزب ديت؟ أهو أنت بتنطقها كده يا معزب أهو بابا. بن بتتنطق كده بس بتتكتب كده بابا طب ازاي يا عم عزب هعرف ان بابا دي وانا بملها لك ان هي نون ساكنة ولا تنوين؟ تعرفها ازاي؟ تعرفها ازاي؟ تعرفها؟ شيل النون دي انت بتسمع النون اهو في الاخر شيل النون وانطق الكلمه لو نطقتها صح يبقى ايه؟ يبقى ال... يبقى دي تنوين. تعال كده نشوف كده نشيل النون خالص اهو احنا بننطقها ايه؟ بابا تعال نشوف كده نن... نشيل النون كده يلا كده يا حبايبي حلوين قال لا ده اتنطقت باب ما اتغيرتش يبقى ده تنوين يبقى تنوين فتحتين كسرتين ضمتين تمام كده بابا نبا ده اسمه تنوين ايه بالايه يا عم عزب تنوين بالفتح تنوين بالايه يبقى تنوين الفتح فتحتين تنوين الفتح ايه فتحتين تعال نشوف تاني كده مثال تاني على تنوين بالفتح علشان ايه نخلص تنوين الفتح وندخل على تنوين بالكسر تاني يا عم عزب عايز مثلا يا عم عزب مثالا يعني مثالا فرات كلمة دي عايزين نخليها نعملها تنوين بالفتح نقول ايه الله ينور عليك يا عم عزب شوف عم عزت التنوين بالفتح نبقى ايه؟ ها؟ فراتا بس خلي بالك يا عم عزت، ها؟ فرا شوف 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 التنوين عمل ايه؟ حصل ايه في التنوين؟ التنوين بالفتح يا حضرات بيجيب ايه؟ ها؟ بيجيب ايه؟ بيجيب بيجيب الف التنوين بالفتح بيجيب لنا الف اسمه الف التنوين، اسمه ايه؟ الالف تنوين ده زيادة ها؟ فراتا صديقا شجاعا أليفا تمام كده صادقا يبقى التنوين بالفتح بيجيب لي إيه ألف بس في حالات يا أستاذ ما بيجيبش فيها ألف تمام كده يبقى التنوين بالفتح بيجيب ألف جميع الحروف ما عدا خمس حاجات ماشي كل التنوين بالفتح بيجيب إيه بيجيب لنا مد بالألف كده اسمه الف التنوين، الف زياده، تمام كده؟ يبقى التنوين بالفتح فتحتين، ويا عم عشان تحط التنوين تحطه على اخر حرف في الكلمه، انت بتقول فرات، يبقى فراتا تجيب الف وايه؟ تجيب الف وايه؟ والتنوين الفتحتين على التاء، تمام كده؟ تمام. طيب، في كلمات يا استاذ ما ينفعش نجيب الف فيها. ليه؟ عشان قوية، عشان ايه؟ قوية. مثلا مثلا قرية قرية يا عم عزب قرية لو عاوزين ننونها بالفتحة يا عم عزب نعمل ايه؟ قرية طب قرية هتجيب لنا ألف الله ينور عليك قرية يا حضرات عشان نعملها مد بالألف تعالوا شوفوا التاء المربوطة شوفوا شوفوا معايا مفيش أهو قرية يبقى أول حالة في التنوين بالفتح ما بتجيبش ألف معايا التاء المربوطة تمام كده يا عم عزب؟ قرية أهو التاء أهي يبقى التاء المربوطة ما بتجيبش ألف كل الحروف بتجيب ألف ما عدا التاء الإيه؟ التاء المربوطة وإيه تاني يا عم عزب؟ ما بتجيبش ألف معايا لو كلمة آخرها همزة على الألف همزة على إيه طب تعال نشوفها كده يا عم عزب نبأ يا عم عزب مثلا نبأ اللي هو الخبر نبأ ده عايزين نخليها تنوين بالفتح تمام كده نعمل ايه يا عم عزب نبأ أن ألا. طب هتحط التنوين فين يا عم عزب وهتحط ألف ولا لأ مش هنحط ألف يبقى تاني حالة لو جت همزة على الألف في آخر الكلمة ما بتجيبليش ألف تمام كده زي ايه كده اهو تعالي نكتبها لك اهي شوف شوف الهمزة التنوين فين؟ التنوين على الهمزة ما جبناش ألف تمام كده؟ يبقى نبأ نبأ قرية قرية فرات فراتا يبقى التنوين صوت رنين زي الجرس نون ساكنة في آخر الكلمة أنطقها واسمعها بس ما اكتبهاش تمام كده؟ تمام يبقى في حالات في التنوين بالفتح يا حضرات في حالات ما بتجيبليش ألف زي إيه؟ التاء المربوطة ما بتجيبش ألف الهمزة في آخر الكلمة على الألف ما بتجيبش ألف إيه تاني يا عم عزب؟ مثال تاني يا حضرات كده لو همزة بعد مد بالألف لو الهمزة جت بعد مد بالألف ما بنجيبش ايه؟ ما بيجيبش الف تنوين، يبقى ما فيهوش الف تنوين، تعالوا نشوف كده، زي مثلا سماء، في همزه اهو، في همزه عم يا عم عزب اهو، تمام؟ في همزه هنا اهو، قبلها مد بالالف، قبلها الف مد، ما تجيبش الف، يعني ما ينفعش اقول سماء كده، غلط، تمام كده؟ يبقى الهمزه لو جت بعد مد بالالف يحصل ايه يا عم عزب؟ ما بتجيبليش ألف تنوين تمام كده؟ في أي حاجة يا عم عزب قول لي عيدها تاني كأن حضرتك معايا الطلبة بالظبط سماء شوف بقى بص يا عم عزب عشان تكتب سماء بالتنوين شوف شوف أهو مساء سماء أهو شوف التنوين فين؟ أهو التنوين على الهمزة أهو يبقى أول حالة التاء المربوطة ما بيجيبش ألف تاني حالة الهمزة على الألف في آخر الكلمة ما بتجيبش ألف تالت حالة الهمزة بعد مد بالألف زي سماء مساء تمام كده وصلت ولا أعيد تاني تمام خليك معايا بس ركز كأنك أنت بالظبط يا عم عزب الإيه الطلبة معايا في كمان حالتين لسه يا عم عزب ماشي في حالتين لسه إيه تاني يا جماعة مه. إحنا قلنا التاء المربوطة ما بيجيبش ألف الألف في آخر الكلمة ما بيجيبش ألف الهمزة في آخر الكلمة وقبلها مد ما بتجيبش ألف في حاجة تانية يا عم عزة في حالتين كمان لو قلنا فتى شوف اسمها ألف الألف اللينة الألف المقصورة فتى أو مستشفى مثلا مس مستشفى الله هنوينها هنوينها ازاي دي يا عم عزت؟ مم. ايوه عم عزب ما هوش عارف ينونها ازاي بص يا عم عزب لو الالف اللينه دي يعني ايه نعرف الالف دي ان دي الف لينه ازاي مش هي اللي قبلها حرف مفتوح اللي قبله مستشفى زي سلوى وحلوى تمام كده مستشفى ايه تاني غير مستشفى فتى اهو الكلمتين دول أنا ازاي يا عم عزب قول لي بقى ما بتجيبش الف يا حضرات الكلمتين دول ما بتجيبوش الف خليك معايا كده يا عم عزم معلش اهي شوف مستشفى اهي مس شوف بقى الحته اللي جايه دي بص يا اساتذه الحته اللي جايه اهي مستشفى اهي يبقى الحاله الرابعه اللي ما بتجيبش فيها الف اللي هي الالف المقصوره او زي ما بيقولوا الالف اللينه اللي هي قبلها مفتوح مستشفى مستشفىً ما تحطيش التنوين على الياء على ال الألف المقصوره دي اللي هي الألف اللي اينا حطها قبلها الحرف اللي قبلها مستشفىً طب فتى هتبقى ازاي يا عم عزب؟ قول لي كده بقى أيوه فتىً اكتب كده؟ كده؟ كده غلط معايا يا عم عزب ولا مش معايا؟ تنفع كده؟ لا امال ازاي يا أستاذ؟ اللي ألف المقصورة أو زي ما بيقولوا الألف اللينة ما بتجيبش إيه؟ ما بتجيبش إيه يا عم عزم؟ ما بتجيبش ألف أهو فتن شوف التنوين فين بقى؟ أهو على التاء تمام كده؟ يبقى كده قرية ما بتجيبش ألف التاء المربوطة ما بتجيبش ألف الهمزة على الألف في آخر الكلمة ما بتجيبش ألف تنوين الهمزة قبلها مد بالألف ما بتجيبش الف ما الف تنوين مستشفى الالف المقصوره او الالف اللينه ما بتجيبش الف مستشفى فتى اهو فتى تمام كده في حاله وحيده فاضله يا جماعه ماشي احنا كده كام حاله ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه باقي ايه؟ لو كلمه اخرها مد بالالف كلمه اخرها مد بالالف زي ايه كده حضرات بصوا اهو عصى كلمة آخرها مد بالألف تمام كده ما بتجيب ليش ألف تنوين أمال إيه يا أستاذ هكتبها إزاي أنا وينها إزاي عم عايز أقول عصا أهي ما فيش حد يكتب شوف عصا شوف التنوين أهو بكده حضرات جميع الحروف بتجيب إيه في التنوين بالفتح بتجيب لنا ألف تنوين تمام كده؟ أهو جميع الحروف فراتا بابا شباكا تمام كده؟ جزارا أما التاء المربوطة بتستثنى تاء مربوطة ما بتجيبليش ليش إيه؟ ما بتجيب ليش ألف الهمزة في آخر الكلمة على ألف ما بتجيب ليش ألف تنوين الهمزة قبلها مد بالألف ما بتجيبليش ليش إيه؟ ما بتجيب ليش ألف تنوين طيب الالف المقصوره او الالف اللينة احنا متعارف عليها الالف اللينه اللي هي الالف المقصوره ما بتجيبليش الف زي مستشفى وفتى طيب الكلمه تنتهي الاسم بينتهي بالف مد زي عصا تبقى عصا ما تجيبليش الف مد كده التنوين بالايه التنوين بالفتح يبقى التنوين بالفتح زي ما قلنا فراتا جزارا شجاعا بابا صديقا نبيا تمام كده؟ تمام طب نشوف كلمات يا جماعة إزاي نقطع يا حضرات التنوين بالفتح عشان الناس هتتلخبط دلوقتي وهتقول لنا دي نقطعها إزاي يا أستاذ تمام كده؟ تمام نعرف إن هو درس صعب سنة تمام؟ بس نركز شوية يا جماعة نركز شوية وهتيجي معانا تمام كده؟ هنكتب كلمة يا عم عزب يلا تدريب كده على اللي. وهنشوف حضرتك ايه هتعملها ولا لا تمام كده لو قلنا يا عم عزب ماشي قلنا مثلا مدينه الكلمة دي يا عم عزب عاوز انونها بالفتحة يا عم عزب. هم؟ يا عم عزب عايز انونها بالفتحة اقول ايه؟ واكتبها ازاي؟ برافو عليك يا حبيب والديك تنون بالفتحة تبقى مدينة طيب التنوين احطه فين كده هيبقى كده هيبقى كده امال ازاي هيبقى كده لحظه هيبقى مدينه تن كده هيبقى كده غلط تمام امال حبقى... هيبقى هيبقى ازاي يا حضرات التاء المربوطه في التنوين يا حضرات اهو بصوا اهو مدينه ادي التنوين تمام طيب كده يبقى مدينه طب هكتب لك كلمه ثانيه كده يا عم عزب هم. لو قلت كرسي كر شوف يا عم عزب كرسي كرسي عشان الياء مشدده هنا الياء ايه مشدده طب لو عايز يا عم عزب انون الكلمه دي بالتنوين بالفتح. اقول ايه كرسيا كرسيا شوفوا خليكم معايا عشان تركزوا يا شده اهي كر اهي شوف الياء شوف الياء بقى أه. كرسي ين. اهو ايوه الياء عادي الياء بتجيب الف عادي احنا قلنا الخمس حالات بس اللي بيبقوش الف اهو كرسيا ادي التنوين ادي الشده والتنوين بالفتح عشان الناس بتتلخبط هتبص تلاقي عامل لي كده كده او كده يا عم عزب كده وعامل لي ايه وعامل لي كده طب ينفع لا لا ده ينفع ولا ده ينفع آه. كرسيا الياء في اخر الكلمه دي بتبقى في... ياء في وسط الكلمه وتجيب الف تمام يا عم عزب تمام طيب اكتب كلمه تانية يا عم عزب عشان نروح للتنوين بالكسر اكتب كلمة تانية الكلمة دي اقرا كده يا معزب براها اقرا كده يا معزب ملجأ 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 دي يا عم عزب علشان احطها تنوين بالفتح اعمل ايه؟ افتكر الحاجات اللي احنا قلناها ما ينفعش نجيب الف تنوين بعدها ملجأ تبقى ايه يا ملجأ الله ينور عليك ها مل ايوه شوف طالما الف همزه طالما همزه في اخر الكلمه على الف ما تجيب ليش الف ايه امال اعملها ازاي يا استاذ كده فوق الهمزه كده ملجأ تمام كده تمام في حاله ثانيه خلاص كده وصلت يا تمام كده يبقى الالف يبقى التنوين صوت نون ساكنه في اخر الكلمه بنطقها بس ما بكتبهاش خلاص كده يلا التنوين بالكسر بقى يلا بينا تنوين بالكسر ايه هم؟ فتحتين ولا كسرتين يا عم كسرتين اهو هنا فتحتين كسرتين ضمتين اهو التنوين بالايه بالكسر كسرتين ها زي يبقى ايه ب بن ان تن رن الله ده في في نون في اخر الكلمه اهو اه في نون ساكنه في اخر الكلمه في نون ساكنه فين؟ في اخر الكلمه بنطقها واسمعها بس ما بكتبهاش يلا كده حبايبي يا حلوين يلا يا اساتذه الافاضل يا سيدي الفاضل النون الساكنه العاديه بتكتب اما دي تنوين تنوين التنوين بسمعها بس وبنطقها بس ما بكتبهاش تمام كده طيب التنوين إيه بالكسر زي يا عم عزب احنا قلنا ايه مم. احنا قلنا بابا ده بالايه تنون بالايه بالفتح تمام كده طيب عايزين نخليها بالكسر يا عم عزب تنون بالكسر نقول ايه الله ينور عليك يا عم عزب يبقى ايه اهو بص با كسرتين اهو باب يبقى التنوين بالفتح بس اللي بيجيب ألف تمام كده؟ التنوين بالكسر والتنوين بالضم ما فيهمش <applause> ألف يبقى كسرتين <applause> كسرتين يا حبايبي يا حلوين أهو تحت الحرف تمام كده؟ باب طيب أقول مثال تاني يا عم عزب قرية مثلا عاوز اخليها تنون بالكسر يا عم عزب قارية اهو اقول ايه؟ قول يا عم عزب قارية الله ينور عليا قارية اهي يبقى التنون بالكسر كسرتين بنحطهم فين يا حضرات؟ بنحط الكسرتين تحت الحرف تحت الحرف الاخير ما بجيبش هو حد يقول لي قارية ويحط لي الف كده ولا باب باب طالما بالكسر ما الف ما بيجيبش الالف الا التنوين بالفتح خلاص يا عم عزب تمام كده نجيب كلمه ثانيه وقال لك كده خلاص عرفت التنوين بالكسر طيب التنوين بالضم يا حضرات ها نفس الموضوع التنوين بالكسر هي ضمتين ضمتين فوق الكلمه ما بنزودش ولا من نقص طب ازاي يا استاذ كده طب بابا باب الله ينور عليك ضمتين شوف انا بقول ايه باب الله طب وانا بتملاها يا استاذ حمدي وانا بتملا الكلمه دي انا ممكن اكتب كده هكتبها كده باب اهو واعمل كده صح او كده كده غلط وكده غلط عاوز اعرف ان هي ازاي هي نون ساكنه ولا تنوين اعرفها ازاي يا ام عزب زي ما قلت لك وانا بكتبها كده امسح ال امسح النون لو عرفت تنطق الكلمة يبقى هي يبقى تنوين اهي باب كلمة عادية خالص اهي يبقى ده تنوين اما مثلا 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 يا معذب كلمة دي مثلا خد الكلمة دي هنا بلد بلد يا معذب لا لا, لا. بلد تمام كده واهي والكلمه دي لو انا مليتها لك اهي هنا وانا بنطقها بلد نون ساكنه في اخر الكلمه اهو وبلدان برضه نون ساكنه اهو اعرف ان النون دي تنوين ولا ازاي اعرفها انا بمليها لك كده من مش كاتبها لك انا بمليها لك اهو بلد اخرها نون ساكنه وبلدان اخرها نون ساكنه اعرف ازاي ان هي نون ساكنة ولا تنوين؟ حاجة بسيطة جدا. هنا بنطقها ازاي؟ بنطقها كده. بلد أهي. بنطقها كده. صحيح يا معذب؟ خليك معايا. بلد أعرف إن هي تنوين ازاي؟ ولا نون تبع الكلمة؟ أهو. أمسح النون دي. لو نطقتها صح أهي يبقى تنوين. بلد يبقى النون الساكنة من أصل الكلمة. أما التنوين ها؟ دي نون زائدة نون زيادة بلد نطقها عادي جدا يا عم عزبه بلد يبقى الكلمة دي تنوين طيب بلدان أخرها نون ساكنة أهو بلدان أعرف إن هي نون ساكنة ولا تنوين إزاي يا عم عزب هم؟ أشيل النون يلا انطق الكلمة كده بلدان ينفع؟ لا يبقى النون دي نون ساكنة من أصل الكلمة يا أستاذ مش تنوين دي اللي تنوين تمام كده؟ عشان أنا بكتبها ما انا مش عارف وانا بتملى. اعمل ايه في النون دي؟ بلدٌ، انا مش عارف ان هي نون ساكنه ولا تنوين، اعمل ايه؟ اشيل النون وانطق الكلمه، تمام كده؟ يبقى تاني تاني نجيب كلمات تاني عشان ننونها يا حضرات ماشي تنون بالفتح وبالكسر وبالضم. يبقى التنون يا عم عزب صوته رنين، حلو؟ نون ساكنه في اخر الكلمه بنطقها بس ما بكتبهاش. خلاص كده؟ وبتيجي فين يا عم عزف في الاسماء بس فين في الاسماء بس والكلمات اللي اولها الف ولام ما فيهاش تنوين ما ينفعش المعلم لا خلاص كده شكلها ازاي فتحتين كسرتين ضمتين طب يلا يا عم عزف كده ادي تدريب كده سريع ادي الكلمه اهي يلا الكلمه وتنوين بالفتح أهو. تنوين بالفتح تنوين بالايه؟ بالكسر تنوين بالضم تمام يا عم عزب هكتب كلمات كده وانت اتنيه وبرضو الكنترول اللي, اللي مش معانا ده يبقى معايا شويه تمام كده؟ تمام هكتب كلمه مثلا يا عم عزب شوف الكلمه دي اقرأها جزاء جزاء طيب يا عم عزب الكلمه دي نونها لي كده يلا ايوه طيب بالفتح جزاء طب هكتبها ازاي كده مليني كده وعشان ايه انا هنكتبها هكتبها ازاي قول هم يلا التنون هيبقى فين يا عم عزب التنون فين هجيب الف همزه وبعدها الف غلط يا عم عزب ايوه احنا قلنا من الحاجات الخمس حالات لو جت همزه بقى قبلها مد بالالف ما بتجيبش الف تمام كده انت نسيت يا عم عزب ايه يعني اهي التنوين كده يا عم عزب الهمزه جت في اخر الكلمه يا حضرات الهمزه جت في اخر الكلمه وقبلها مد بالالف ما بيجيبش الف تنوين جزاء معنا ام محمد السلام عليكم محمد كل سنه وانت طيبه بقول لحضرتك انا عندي ابني رايح ثالثه ابتدائي بس مش منتبه للعالم خالص يعني مش ايه دور يا ابني تعالى اذاكر لك او اديك دروس مش مش متقبل الفكره خالص مش عارف اعمل في ايه مش متقبل فكره التعليم ايوه وضربته لا لا مش ضربه ولا حاجه حضرتك تديه حد بقى متخصص في اللي هو يعني مش تعليمي لا التخاطب في حاجه اسمها هو تخاطب كويس كل حاجه وكلام حلو وبيفهم يعني بيلي يحب يلعب مع الاولاد وكده تمام بس عاوز برضه عاوز حد يكلمه تخاطب يعني مش شرط ان هو بيعرف يتكلم او ما يعرفش تخاطب عشان يمرنه على فهم الحاجه المفروض مثلا تكلمي كويس ما تضربهوش تحببيه في الحاجه ابعت لنا فيديو ليه نصوريه ونعرضه في البرنامج هيبقى مبسوط من برنامج يقرأ اقرا ومبسوط من ان هو يتعلم احنا تحت عمرك يعني ايوه استاذ محسن طب هو ممكن يكون نسبه ذكاء عنده مثلا قليله او كده او ادي الدكتور يعني والله كده. الطريقه بتاعتنا ديت وطريقه اقرا وطريقه اللي احنا مش ماشيين بيها بتنطق الحجر بتنطق الحجر اه بسم الله ما شاء الله انا متابعاك اساسا مؤخرا بس بسم الله ما شاء الله يعني انت بسم الله ما شاء الله عليك يعني ربنا يبارك فيك ان شاء الله يعني تابع معانا ولو كده في رقم واتساب حضرتك تتابع معانا عليه ولو كده نبعت لك الفيديوهات بتاعت القناه وانا تحت امرك في فيديو في ارقام حضرتك دلوقتي على اسفل الشاشه دلوقتي للتواصل طب ليه رجع عند حضرتك الشريط دلوقتي تحت دوت ما بشوفش منه قد يعني اللون ببقى عاوز اعرف مثلا البرنامج جه امتى في برامج ثانيه بقى بتابعها او كده يعني هي خلوا مثلا الخط اسود حاضر حاضر اكلم الاداره حاضر, حاضر حاضر يا فندم حاضر ماشي ماشي, ماشي جدا شكرا جزاك الله خير معانا جابر السلام عليكم السلام ممكن. ممكن بس استاذنك بس نوطي التلفزيون حبتين حاضر كويس كده ماشي اتفضل يا فندم اتفضل يا استاذ جابر تمام الظهر ان خط انفصل انقطع يبقى جزاء عم عزب في همزه قبلها مد بالالف همزه قبلها مد بالالف ما بتجيبش الف تنوين خلاص كده طب التنوين بالكسر نجيبها ازاي يلا يا معزب همم قول نخلص الاول يا عم يا استاذ وليد همم ادي الهمزه اهي بتاخد الف تنوين تنوين بالكسر لا طالما تنوين بالكسر ما بيجيبش الف تمام كده طالما تنوين بالكسر ما بيجيبش الف تمام كده طيب تنوين بالضم نفس الموضوع برضو تمام طيب كده؟ يبقى تنون بالكسر تنون بالضم ما بيجيبش الف. الهمزه لو جات قبلها مد بالالف ما يجيبش الف، تمام طيب كده؟ ركز معايا بقى يا بقى شويه كده معلش استحمل شويه تمام؟ طيب مشاهدينا الكرام في صوره هتتعرض دلوقتي هتتعرض دلوقتي لبعض الاخطاء هنعلق عليها على طول ونرجع لكم تاني. يلا كده يا استاذ وليد. في صوره عند حضرتك؟ طب لما تيجي هذه الصوره ماشي في ناس بتكتب يعني شفتها كتير على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بتكتب شكرا مثلا بالنون وعفوا بالنون وجدا بالنون تمام كده في استاذ وليد عندك صوره متاخده من سكرين من من فيسبوك تمام كده تمام هي الصوره التانية على طول على فكره الصوره التانية على طول ماشي تمام كده ده طب نكتب كلمه ثانيه يا عم عزب كده شكرا يا عم عزب اهو تمام الشكر اللي هو الشكر شكر عاوز تشكر واحد هتقول له ايه؟ هم؟ شكرا بص بقى في ناس بتكتبها كده يا عم عزب والله تكتب كده شكرا كده اهو في ناس بتكتبها كده تمام كده يا اساتذه شكرا اهي كده ايوه 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 انا رايك يلا شكرا اهي خلاص كده شكرا طب الصوره دلوقتي اهيت على الشاشه ايوه شوف حد يقرا لي كلمه اقرا الكلمه دي كده يا عم وليد. اقرا كده انا شايفها بس اقراها كده انت يلا يا حمدي كده يقينا وليس ظنا شوف بقى في خ... ايه الاخطاء اللي هنا يا عم وليد موجوده يقينا يا اساتذه يقينا مكتوبه غلط مش اتنين ما فيش نون في الاخر في الله ينور عليكم و... وظنا كذلك تمام كده يبقى يقينا خطا وليس ظنا ظنا خطا تمام كده التنوين تعال نكتبهم كده الكلمتين اللي اخطا فيهم يقينا وظن اهو يقي شوف شوف الصحة أهو أستاذ أحمد حافظ النهاردة يعني من الناس المحترمة جدا ومتابع دايما جيد للبرنامج شوف يقينا أهو بص يا أستاذ أحمد أستاذ حافظ أهو يقينا يبقى كتبت كده أهي كتبها كده مش عيب يا جماعة اللي احنا نخطأ والله ما هو عيب خالص ما لكن يعني الاستمرار في الخطأ والتكبر على التعليم هو الخطأ يبقى يقينا كده ده غلط اهو يقينا اهو وظنا كذلك هو كاتبها كده ظنا كده اهو ظنا كاتبها كده لا ده غلط الصح اهو ظنا اهو ظنا تمام كده النون مشدده وعليها ايه تنوين بالفتح تمام كده يا حضرات يبقى كده يا جماعه التنوين بالفتح بابا روعة يا أستاذ وليد ماشي السلام عليكم عليكم السلام ممكن نعلي صوتنا شوية؟ ها مين معايا فن؟ يا فندم؟ مين؟ ياسين ياسين ازيك يا ياسين؟ الحمد لله أخبارك إيه؟ عيلتي كويس؟ ايه؟ عيطت كويس؟ اه. طب يعني كويس يعني تمام كده؟ انت في سنه كام؟ مبسوطه ان انا بكادينة. انا والله مبسوط اكتر والله. ونفسي ابقى معاكم على طول يعني. ايه؟ <applause> ونفسي اكون معاكم على طول. ماشي. <applause> انت أنا من انا إيه؟ سنه ثالثه. انت في سنه ثالثه؟ اه. راح رابعه ولا راح ثالثه؟ انا في ثالثه. تمام، هكتب لك كلمه كده وتقولي تنون تنون بالفتح ايه؟ وتنوين بالكسر ايه والضم تمام؟ تمام نعم. تمام تمام عارف جزء كلمة اهي الكلمة دي قول لي بقى تنوين بالفتح وبالكسر وبالضم يلا كده جزء لا الأول تنوين بالفتح الأول أكتبها إزاي؟ قول لي كده أكتبها قول لي كذا أهو أكتب كده بص على السبورة أهو اكتب ازاي بقى كده همزه همزه وبعد كده الف الله ينور عليك يا حبيب والديك ليه بقى عشان الهمزه دي مش قبلها مد بالالف يبقى فعلا بتجيب مد بالالف تمام الله ينور عليك وبالكسر جزء ان الله ينور الهمزه بقى لا. احط الف لا التنوين بالكسر ما بجيبش الف برافو عليك يا حبيب والديك طب التنوين بالضم؟ جزء <تكتش> هجيب بدل بالالف؟ لا الله ينور عليك شكرا <تكتش> تمام الله يبقى جزءا جزء جزء, 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 جزء شكرا يا سين شكرا متشكرين جدا يا جماعه يبقى حضرات عشان في نهايه الحلقه تمام في ثانيه يا استاذ وليد وليد تمام مشاهدينا الكرام ده كانت حصه صغيره عن التنوين بس احنا نركز شويه في الحالات الخمسة اللي التنويم بالفتح بعدهم ما بنجيبش الف، التاء المربوطة الهمزة على الف في آخر الكلمة، إيه تاني؟ الهمزة في آخر الكلمة قبلها مد بالألف، الألف المقصورة اللي هي الألف اللينة، تمام كده؟ ولو كلمة أو اسم في آخره مد بالألف، دول خمس حالات ما بيجيبش ألف بعدهم، ها؟ صوت رنين أن إن أن بن 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 تمام كده ابن اب بن ابن تمام يا حضرات آه اشكر جميع زملائي في الاستوديو واشكر الاداره المقارنه لها اتاحت لنا فرصه نعلم اولادنا واطفالنا آه اشكركم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم والى ان التقي بكم غدا ان شاء الله تعالى في اللام القمريه واللام الشمسيه اترككم في رعايه الله وامنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته